مركوم في قوانين مفهوم. انا شخصيا مرتين شهادات بالبلدي. يلا نحل شنو؟ انا دايره اقول لا، انا دايره الدستور ده يدينا حد. انا كامراه اكون قدر الراجل. دقيقة يديك حق كيف؟ المرأة ما بتكون قدر الرأي يا اخوانا، دي معارضة للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شهادة المرتين بيساوي شهادة الرجل الواحد، وربنا سبحانه وتعالى قال المرأة بتضل، يعني بتنسى، بتضل بتنسى. وده ربنا الخلق قال كده. قال دي معترضة زعلانة، قالت لا أنا يبقوني قدر الراجل. أنت ما بتبقي زي الراجل، لكن وخلقة الله فيك ممكن نغيرها. نحن كان غيرنا القانون، خلقة الله فيك نغيرها كيفين؟ بس خليها مجملة كده. كان إحنا القانون ده غيرناه، ما ورقة غيرناها وعارضنا ربنا، خلقة الله فيك أنت نغيرها كيفين؟ إحنا ما حنقدر نغير إحنا.